السلام عليكم. عليكم السلام. مين حضرتك؟ أنا محامي الحاج أمين ورشاد. خير في حاجة؟ بصراحة في حاجة، كنت عايز أكلم حضرتك كده في حاجة ضروري جدا يا ست راوية. يعني جدتك كانت نازلة على أرض السوق وإحنا مش عرفنا الكلام ده حقيقي؟ الراجل اداني نسخة من تنازل الأهل وهو بيدور على حجة السوق وبيقول لي إنه هيجيب لي الأصل قريب عشان أصدق. ممكن تبقى مزورة. الراجل ده شغال مع رشاد، يبقى أكيد ملاوع زيه. ايه هو هيعمل كده ليه؟ مصلحته ايه يعني؟ طه هيكون كان متفق مع رشاد من الاول؟ يعني هما الاثنين كانوا عارفين ان جدتي اتنازلت عن الارض ومع ذلك ما يقوليش انا وبابا؟ ودلوقتي وقعوا في بعض مثلا؟ ما انت لو شفت شكل المحامي لما جالي كان متبهدل قد ايه هتعرف انه بيقول الحقيقه. بس ازاي استاذ امين ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده؟ معرفش بقى يا طه، ما نفسي لسه عارفه. انا المفروض اعمل ايه يعني؟ هو انا فجاه تطلع لي املاك من تحت الارض وفجاه تتسحب مني؟ مفيش حاجه تتسحب منك، لكنك لا شفت الراجل ده ولا سمعتي حاجه. انا هتصرف كده اشوف حدوته الموضوع ده ايه. ان شاء الله بقى تطلع غلط. لو طلعت صح يا طارق ساعتها بقى يحلها الف حلال.